أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ من أهم العناوين. على المدى نتابع حقوق الإنسان تحذر من استهداف المتظاهرين وتدين التشهير بهم. على الزمان نتابع الحوار بين واشنطن وبغداد في حزيران لمراجعة مستقبل القوات الأمريكية. وكذلك تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق على الهيئة نت. وفي صحيفة البصائر عزلوا 13 منطقة في أربيل بسبب تفشي فيروس كورونا. وفي العربية الجديد نتابع العراق يمدد حظر التجول لأسبوع إضافي بسبب كورونا. وفي الشرق الأوسط نتابع طهران نقطة ساخنة للوباء والوفيات تقترب من 4000. وفي القدس العربي كورونا نحو 2000 وفاة جديدة بالولايات المتحدة في غضون 24 ساعة. عشية الذكرى 17 لإنشائه ينعى نظام 2003 في العراق نفسه سياسيا بعد فشل البيت الشيعي في إعادة إنتاج نفسه وتجاوز أزمة استقالة آخر وجوه حرسه القديم عادل عبد المهدي واستحالة ملء الفراغ الذي يسببه غياب رب البيت وناظره الجنرال قاسم سليماني. مصطفى فحص يقول في صحيفة الشرق الأوسط أن إكرام البي الميت دفنه، لكن الخلاف بين أهل الفقيد ونعني به النظام في العراق على هوية من سيوكل إليه القيام بمراسم الدفن يؤخره. لا شك أن طهران التي أوفدت مبعوثيها وعادا بخفي حنين قد سلمت أمرها وأقرت بأن الإنكار لم يعد لمصلحتها، فلا وجوه البيت الشيعي تصلح لإدارة المرحلة ولا في جعبتها من يمكن تعويمه أو الثقة به، فهي تتعامل مع واقع فاشل صنعته بيديها، لذلك اتخذت قرارا بالتراجع مضطرة عن خطوطها الحمراء تجنبا لما هو أسوأ. أما واشنطن وبالرغم من انشغالها في مكافحة وباء كورونا لم تزل تملك زمام المبادرة ولم تغب عيونها عن العراق، وهي تثير قلق طهران وأتباعها خصوصا الميليشيات التي تتبنى تحت أسماء وهمية الهجمات المتكررة على قواعد أمريكية. عمليا لم يعد لطهران ما تعطيه لأتباعها، وهي عاجزة عن تقديم الدعم السياسي والاقتصادي، لذلك تزايدت أعداد القافزين من فوق أسوار بيتها السياسي فارين يبحثون عن مصالحهم الخاصة مع المرشحين، فالفتور بينها وبين بعض القوى الشيعية يزداد، والشرخ الداخلي بين هذه القوى وصل إلى مرحلة التصادم. فالفصائل التي اتهمت رئيس جهاز المخابرات بالضلوع في اغتيال سليماني باتت تؤيده، فيما الفصائل التي دعت إلى تشكيل مقاومة دولية لإجبار الولايات المتحدة على الخروج من العراق لم تتراجع حتى الآن عن دعمها للزرفي الذي تتهمه فصائل شيعية مسلحة بالعمالة لواشنطن. الكاتب يقول إنه بينما يسير نظام عام 2003 إلى مثواه الأخير فإن عراقا جديدا يتشكل، بصرف النظر ما إذا نجح الزرفي في انتزاع الثقة تحت قبة البرلمان أو استطاع الكاظمي أن يكون حلا لمعضلة الجميع، لكن في النهاية فإن واحدا منهما سيكلف بقراءة إعلان الوفاة. ليس أصعب من إقناع الإيرانيين أركان النظام أن تصفية قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في الحرس الثوري غيرت معطيات كثيرة داخل الجمهورية الإسلامية وفي المنطقة كلها. خير الله خير الله يرى في صحيفة العرب اللندنية أن غياب سليماني عزز الإفلاس الإيراني، ولم يعد لدى طهران ما تقدمه من مال لميليشياتها لا في العراق ولا في سوريا ولا في لبنان ولا في اليمن حتى.
يظل العراق المكان الأهم الذي ترك فيه قاسم سليماني فراغا يبدو واضحا أنه من الصعب أن يجد من يملأه، ما يدل على ذلك الزيارة الأخيرة التي قام بها لبغداد إسماعيل قاآني القائد الجديد لفيلق القدس. لم يستطع قاآني تأدية أي دور من الأدوار التي كان يتولاها سليماني، لم يستطع ممارسة دور المفوض السامي الإيراني القادر على فرض رئيس الوزراء الذي تريده إيران. لا يمكن الربط بين الضعف الإيراني في العراق وغياب قاسم سليماني فقط، هناك أسباب أخرى لا يمكن تجاهلها تفسر هذا الضعف الذي يمكن تسميته أزمة إيران في العراق. ما يمكن اعتباره أهم من تصفية قاسم سليماني هو هبوط أسعار النفط في وقت أدت العقوبات الأمريكية على إيران مفعولها. ثم تعالى من جديد بدأت تظهر ملامحه، ترسم هذه الملامح الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسبب بها وباء كورونا في ظل هبوط قياسي لأسعار النفط. سيجعل هذا الهبوط دولا عدة تراجع حساباتها، بين هذه الدول إيران المحرومة أصلا من تصدير النفط، والعراق نفسه لم يعد لدى إيران ما تقدمه للتابعين لها في العراق، ولم يعد لدى العراق الذي جف ضرعه المالي ما يقدمه إلى إيران. يقول الكاتب إنه سواء منعت إيران الزرفي من الوصول إلى موقع رئيس الوزراء أم لم تستطع ذلك، حل مصطفى الكاظمي مكان الزرفي أم لم يحل ما بدأ باغتيال سليماني والمهندس قبل نحو 4 شهور أشبه بكرة ثلج تتدحرج. لم يعد الكل ما تقوم به إيران في العراق من طائل، قد تغيرت قوانين اللعبة من أساسها. تغير على وجه الخصوص أن إدارة ترامب لم تعد مستعدة لاسترضاء إيران في العراق أو في غيره. أفصح مسؤولون رسميون وقادة عسكريون ومحللون ومغردون على مواقع التواصل أفصحوا عن خطط قابلة للتسويق والترويج تنبئ بعمل عسكري تحضر له الولايات المتحدة ضد وكلاء إيران في العراق. عبد اللطيف السعدون يقول في صحيفة العرب الجديد إن هناك ثمة كلاما كثيرا عن جوائح أخرى غير جائحة العصر كورونا قبل أو قيل إنها ستجتاح العراق. يبشرنا أصدقاء أمريكا بأنها تريد أن تكفر عن خطيئتها بغزو العراق وتسليمه إلى إيران، وهي نادمة على ما فعلته وقادمة لتصحيح ما في وسعها تصحيحه، وعلينا أن نغفر لها خطيئتها الأولى، فيما ينذرنا وكلاء إيران أن مغامرة أمريكية كهذه تمثل إعادة إنتاج الاحتلال عانى منه العراقيون الأمرين، وأن علينا أن نتصدى لها ولمخططاتها بالنار. ومنذ واقعة مطار بغداد التي قتل فيها قاسم سليماني والعراقيون يعيشون هذا المناخ العاصف الذي يتبادل فيه الطرفان الأمريكي والإيراني القذائف المميتة والتهديدات النارية، كما يتسابق وكلاؤهما للحصول على مواقع لهم في التشكيلة الوزارية القادمة كي يمكنهم من خلالها اللعب لصالح الجهة التي يتمتعون برعايتها. أما حكومة بغداد فتجد نفسها في حال لا تحسد عليها ولا تريد أن تخسر رضا أحد من الطرفين، تدعو إلى التهدئة تارة وتعرض وساطتها بينهما تارة أخرى، والطرفان لا يقيمان لها وزنا إذ يدركان عجزها عن إدارة الأزمة ويعرفان جيدا أنها تقف على أرضية دولة فاشلة لا تملك من مقومات السيادة سوى اسمها، وتظهر الوقائع أن الطرفين وصلا إلى نقطة لا رجوع، وهي النقطة التي لا تحتمل سوى التقدم إلى الأمام بخطوة من أحد الطرفين، قد تكون القشة التي تقسم ظهر البعير. ويختتم الكاتب بالإشارة إلى أن هذا الكلام الكثير عن تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران على هذا النحو وفي ظل تسيد جائحة كورونا على العالم قد يتبدد من دون أن يترك ظلا له على أرض الواقع.
في 21 من آذار الماضي دخل فيروس كورونا إلى غزة عبر معبر رفح، واليوم تشير الإحصائيات إلى 10 آخرين من المصابين و1760 وضعوا قيد الحجر الصحي، إذ صحيفة القدس العربي تقول في افتتاحيتها إن هذه المعطيات تبدو للوهلة الأولى غير باعثة على التخوف، لكن مؤشرات القطاع ليست مدعاة لقلق شديد من عواقب انتشار الجائحة على نحو غير مسبوق فحسب، بل هي تنذر بكارثة حقيقية تهدد حياة عشرات الآلاف من السكان. قطاع غزة كما هو معروف يخضع منذ 13 سنة إلى حصار إسرائيلي مطبق ينجم عنه نقص شديد في الكثير من المواد الحيوية وفي طليعتها الأدوية والمعدات الطبية المختلفة، كما أن حروب الاحتلال ضد القطاع تكفلت بتخريب مكونات أساسية في المنظومة الصحية بينها 17 مشفى ومستوصف. اليوم يربط وزير دفاع الاحتلال نفتالي بنيت بين السماح بدخول المواد والأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وبين تقديم معلومات عن رفات اثنين من أفراد الجيش الإسرائيلي فقدا خلال العدوان الأخير ضد غزة، وهذا بدوره يشكل ابتزازا إنسانيا فاضحا ويتناقض مع المبادئ الدولية لتبادل الأسرى والمفقودين. العامل الثاني الناجم بدوره عن شرط الحصار هو الكثافة السكانية التي لا نظير لها في أي مكان على سطح الأرض، الأمر الذي يجعل من شبه المستحيل تطبيق أي من تدابير التباعد الاجتماعي الموصى بها كضرورة قصوى لمكافحة انتشار الفيروس. العامل الثالث المؤسف هو العلاقات المتوترة بين السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله وحكومة حماس التي تدير شؤون القطاع منذ عام 2007 والتي تنعكس مباشرة على آليات التنسيق في مكافحة تفشي الفيروس ومعالجة المصابين به. الصحيفة تقول إنه خلال الأيام القليلة الماضية أطلقت منظمات إنسانية عالمية أبرزها أطباء بلا حدود أكثر من جرس إنذار للتحذير من كارثة وشيكة إذا لم يسارع المجتمع الدولي إلى التنبه للمخاطر الكثيرة الكامنة وإغاثة القطاع وأهله الواقعين من بين مطرقة كورونا وسندان الحصار الإسرائيلي. نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقالا لنسرين مالك تحدثت فيه عن ضرورة مراجعة بريطانيا نظرتها للمهاجرين بعد دورهم بالخدمات الصحية في أزمة كورونا الحالية، وتقول الكاتبة إن الطبيب من أصول سودانية أمجد الحوراني ظن أنه يعاني من إنفلونزا وظن أنه كان مرهقا قليلا، ومع دخوله المستشفى بسبب صعوبة في التنفس حيث تم وضعه على جهاز تنفس كان الأمر قد تأخر، وبعد 3 أسابيع توفي بفيروس كورونا. الصحيفة أشارت إلى أن الطبيب أمجد الحوراني لم يعلم بأنه أصيب بالفيروس، فقد تم تقديره لفترة طويلة قبل أن تظهر نتيجة الفحص الثالث إيجابية. ولفتت الصحيفة إلى طبيب آخر هو عادل الطيار من أصول سودانية وقدم حياته خلال خدمته للمرضى بعد إصابته بكورونا قبل أيام، وأضافت أن الطيار ورغم تقاعده عن العمل قرر العودة للتطوع في مكافحة كورونا إلا أن الفيروس تمكن منه، علما أن لدى الطيار 2 من الأبناء يعملان طبيبين في بريطانيا. الجارديان قالت إنه بعد وفاتهما تم النظر إلى إسهامات الحوران والطيار وعائلتيهما لخدمات الصحة الوطنية على أنها أمثلة تحتذى، فقد كانا جزءا من مجتمع من أطباء الصحة في المملكة المتحدة المولودين في الخارج أو المولودين لمهاجرين. وتقول الصحيفة أن بريطانيا اليوم أصبحت أكثر تنوعا، لكن الكراهية تجاه المهاجرين انتقلت إلى من هم في مواقع أعلى فبدأت تسمع على ألسنة السياسيين بدلا من أطفال المدارس والسردية التي يضعونها للبلد بشكل عام والخدمات الصحية بشكل خاص،
هي أنها تستنزف من اللاجئين الذين لا يقدمون شيئا ويأخذون كل شيء. وكانت تلك دائما كذبة، ولكن لم تكن أوضح مما هي عليه اليوم. الكاتبة تقول إنه عندما تعود الأمور إلى طبيعتها ويتم استخدام الخدمات الصحية على أنها مجرد ورقة سياسية ويلام المهاجرون لنقص التمويل لها، تذكروا أمجد الحوراني وكل الآخرين الذين سقطوا على الخطوط الأمامية لإنقاذ الأرواح، تذكروا أسماءهم وقصصهم والعائلات التي تركوا خلفهم، وتذكروا أن الخدمات الصحية الوطنية ليست مستنزفة من المهاجرين، بل إن المهاجرين هم من يرفضونها. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الأمر لم يستغرق وقتا طويلا قبل أن تتلوث استجابة الهند لمواجهة تفشي فيروس كورونا بنوع من التمييز والكراهية للإسلام، التي ميزت الإدارة القومية لرئيس الوزراء ناريندار مودي. وتشير الصحيفة في الكاتبة الهندية رنا أيوب إن انتشار هاشتاغات غير مؤرخة تحمل اسم كورونا جهاد على نطاق واسع عبر تويتر مؤخرا تتهم المسلمين بنشر الفيروس في البلاد. الكاتبة تقول إن الحكومة الهندية ربطت الأحد الماضي هذه التغريدات بنحو 1000 إصابة بفيروس كورونا نتجت عن الاجتماع السنوي لجماعة التبليغ الذي عقدته في الفترة بين 8 و10 من آذار الماضي، وذلك قبل أيام من إعلان الهند حالة الطوارئ الصحية ودعوتها إلى إغلاق عام في البلاد، في حين أن معظم الناس بما فيهم المسلمون يوافقون على أن عقد الاجتماع السنوي كان غير مسؤول ويعرض حياة كثيرين للخطر، فقد واجه الحدث قدرا غير متناسب من النقد اللاذع. وتضيف الكاتبة أن المسلمين في الهند أصبحوا بين عشية وضحاها المذنبين الوحيدين والمسؤولين عن انتشار هذا الوباء في البلاد، وتتساءل ماذا عن الجماعات الدينية الأخرى التي عقدت تجمعات في مختلف المعابد في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها، مما عرض العديد من الأرواح للخطر. ففي ولاية مادية باراديش الشمالية تم وضع أكثر من 25,000 شخص في الحجر الصحي بعد أن قام رجل قادم من دبي بأداء طقوس هندوسية بحضور 1200 شخص في 20 آذار الماضي. وتضيف أن هذه الكراهية للإسلام والمسلمين وجدت دعما رسميا في الهند عبر تصريحات بعض المسؤولين في البلاد مؤخرا. الكاتبة تشير إلى أن بعض وسائل الإعلام الهندية لعبت دورا في نشر هذه الكراهية في وقت ينتشر فيه الفيروس بأنحاء العالم، حيث بثت بعض القنوات في الهند قصصا كاذبة مفادها أن المسلمين المصابين بفيروس كورونا يقومون بالبصق على الناس لنشر الوباء، وقيل إن المسلمين كانوا يلمسون الطاقم الطبي في المستشفيات بأجسادهم العارية. ابتكر ساعي البريد البريطاني جيلين وولتون طريقة للتسرية عن السكان القادعين في بيوتهم التزاما بإجراءات العزل العام المفروضة لكبح تفشي وباء كورونا، بحسب ما نشرته صحيفة الخليج الإماراتية. ويسلم وولتون الخطابات والطرود وهو يرتدي في كل مرة ملابس غريبة ليبدو في هيئة لص أو سارق أو مصارع أو أميرة أو حتى شخصية بيكاتشو في لعبة البوكيمون لتخفيف أثار العزلة عن السكان في بيوتهم. وقال وولتون: لم أعد أتحمل روح التشاؤم وغياب الابتسامة عن وجوه الناس. وأضاف: لهذا أردت أن أغير ذلك بأن أرتدي الملابس التنكرية في العمل. الناس والأطفال ينتظرونني ويصفقون ويهللون ويكتبون لافتات من أجلي. وإضافة إلى التسرية عن السكان، يجمع وولتون الذي يسلم البريد في بلدة مانسفيلد وود هاوس وسط إنجلترا
يجمع تبرعات من خلال الملابس الغريبة التي يرتديها. نتابع رسوم الكاريكاتورية الوجه الآخر لحرية التعبير. إلى صدى أقلام جديد، نشكر لكم حسن وطيب المتابعة. إلى اللقاء.